بعض من الناس في البادية يتيممون للصلاة مع وجود الماء الزائد عن شربهم، هل يجوز ذلك؟ وهل لكم توجيه نصيحة إلى هؤلاء العامة؟ هذا لا يجوز، وكل من سأل عن هذا نخبره فأنت في هذا إن شاء الله. هذا لا يجوز، عنده الماء الفاضل يجب الوضوء في البرية في الأشتار والتنزهات، وعنده ما تأتي بالخيارات يلعبون بالماء في تغسيل الأواني وفي كذا وفي كذا ولا يتوضعون، هذا لا يجوز. النبي عليه السلام كان يتوضع الأشتار هو أصحابه، قد يكون في السفر ألوف كثيرة ويتوضعون، وفي بعض الأحيان قد يقل الماء فيؤتى له بالإناء عليه الصلاة والسلام الصغير ويضع يده فيه حتى ينبع الماء بين أصحابه ويتوضأ الناس عند آخرهم من آيات الله وقدرته العظيمة جل وعلا. وكان يلتمس الماء إذا حضرت الصلاة، فإن وجد الماء توضأوا وإلا تيمموا. أما يكون عنده الماء موجود وعنده فضل هذا يلزمه الوضوء ولا يلزمه التيمم. نعم لو كان الماء قليل والماء بعيد عنهم والباقي بقدر شربهم فقط أو شرب بهائمهم جاءوا في تلك الحالة الحاضرة أن يتيمموا لبعد الماء عنهم وقلة الماء الموجود، هذا حالة خاصة فيها التيمم. أما وجود الماء الكافي أو الماء قريب هذا لا يجوز لهم. نعم ما مدى صحة الحديث؟ بارك الله فيك، الناس عندهم مرصد ماء مليان ولما حضرت الصلاة صلوا بدون وضوء ولا مرصد يلزمهم القضاء. قال لهم الشخص هذا ابن باز يقول ما لكم صلاة الا وضوء ما دام الوايت مملول عندكم، وصلوا وتوضوا وصلوا الحمد لله الله خير لو نبههم. المقصود هذا يلزمهم لزوم، يجب على من راى هذا ينبه عليهم ويقول لهم هكذا ينبغي المؤمن. النبي عليه السلام كان اذا خطب الناس يقول فليبلغ الشاهد الغائب، فربما بلغ الله مثلا انتم مثلا في هذه الندوات تسمعون الفوائد تبلغون من تظنون انه يجهل شيء مما سمعتم، والله سمعنا كذا لكن بالتثبت ترى بعض الناس ما يحسن النقل، قد ينقل الحرام حلال والحلال حرام، لا بد يتثبت يثبت النقل يضبط النقل ثم ينقل يبلغ اخوانه في الباقي او في الحاضره الاشياء التي قد تجهلهم، يقول الله سمعت كذا من الشيخ فلان كذا من الشيخ فلان كذا قال كذا قال كذا في الصلاه في الطهاره في النفقات في الصيام في الحج في الامر معروف ما ينكر غير هذا من امور المسلمين. لا يبخل يبلغ الفائده، او الرسول يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول فليبلغ الشاهد الغائب فربما بلغ الاوعى بسأله.